شهدت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني سويف إطلاق فعاليات الحملة التوعوية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لم الشمل. وتهدف المبادرة للنهوض والارتقاء بالأسرة المصرية ككل وتمكينها اقتصاديا وتحسين المحاور الاجتماعية والتعليمية والصحية لها وتقديم كل أوجه دعمها. ان احنا ننظر الى الاسره كامن قومي، بنستهدف ان احنا نربي امهات ونربي اباء يقدروا ان هم يطلعوا لنا نشء يفيد الدوله المصريه، وبناء عليه اطلقنا عدد من المبادرات خلال الفتره الماضيه زي الاسره المصريه امن قومي والمبادره اللي احنا موجودين فيها النهارده واللي بيشارك فيها الازهر بشكل قوي علشان يقوم بالدور التوعوي الهام ولما له من تاثير كبير في تكوين الشخصيه المصريه، إضافة طبعا إلى المجلس القومي للمرأة واللي بيكون عنده القدرة على توصيل الرسائل بشكل أفضل كتير من نقدر نقول ندوات كتيرة ممكن ما يكونش لها تأثير. الوصول للمرأة المصرية اللي هي الركيزة الأساسية لتأسيس الأسرة،